لله وانتم من اهل الله. انا شفت معنا الدكتور عدنان منصور مضحكه، وانا شفت فيديوهاته راجعتها القديمه. اي والله هو والدكتور عيد المناع والبدالي وكم واحد والفضل يكون نجوم. المهم سيدي، الحين هل اتضحت الصوره؟ لا ما اتضحت. كم بالمية؟ لا اول شيء لازم يكون ابو ترشيح وينزل المرشحين، لان وقت الترشيح قد تكون مفاجآت، يعني قد يكون اسم معين يرى ان ما الانتخابات هذه يفضل انه يريح، ها؟ وينزل الانتخابات اللي بعدها، يعني يصير مثل فننتظر. هل في بعدها ناس متوقعين هذا المجلس متوافق يعني اربع سنين يبتل؟ لا ما في، ما في ضمان شيء يبتل. لو صار الرئيس ابو عبد العزيز احمد العبيد السعد والرئيس ما راح يكمل؟ لا شك ان ترشيح احمد السعد امس احدث يعني خبر ترشحه احدث هده في الساحه السياسيه، لان اعتبرها اعلان نهايه مرحله من العلاقه. مرحله هم حلوه؟ لا، مرحله كان لها ما لها ولا عليها ما عليها، لكن كانت مرحله تمتاز بالتشنج، مرحله تمتاز بالافتراق وانقسام الشارع الكويتي. زين الحين الدكتور بدر داهم العازمي ما قبل ترشيحه عشان ننتقل الى مرحله ثانيه. مرحله كان يرمز لها شخصيات معينه مثل احمد السعدون وقاطعته للصوت الواحد وهجره بعض. بس رجع الحين هو على الصوت الواحد. اي نعم، عشان نكسب الوقت. انتهاء مرحله من الخصام، من الخصام والفراق الى مرحله من التوافق مع اسره الحكم. صح، على المرحله القادمه. زين انت التوافق معناته الاصلاحات اللي قاعد تسويها. دكتور مضحكه تأييد يرجعون بعد الحربش والمسلم براد والهطلاني وال والنملان وفيصل المسلم؟ بعدوا بسبب احكام قضائيه وقوانين معينه. اتمنى انه مكرم امريه انه يصير مرسوم بالقاء قانون المسيء. صح، ومو صلاحيه لازم مجلس الامه مو؟ لا اذا مرسوم ضروري. والله احنا يعني نسجل حق الرئيس السابق مرزوق عبد الثاني الغانم، وهو مع رئيس السلطه القضائيه العجيل مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، انهم ابتدوا يعني حلوا نص المشكله. الحين بسالك الدكتور بدر الداهم العازمي. اي نعم. ولا تنسوا الفضل ما بينكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. نتكلم احنا على 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 الخطوات الاصلاحيه اللي قام فيها الشيخ نواف. طبعا صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد، الشيخ مشعل، الشيخ نواف جزاه الله خير. مسكوا الدفه واداروا الدفه. رئيس اللجنه التشريعيه بعد الدكتور شو اسمه؟ المطيري. شو اسمه الدكتور؟ الوسمي. هم ما ننسى. انا قاعد اكلمك حتى اوجه القياده، مو توجه البرلمان الماضي، البرلمان ما دخلنا دخلنا بالطوفه يا رجل. ليش؟ حلوا مشاكل، والله حلوا مشاكل. والله العظيم انا دائما متفائل. والان مرحله انفراج كبيره في انتخابات ناس نزيهه. بسالك الدكتور رئيس اللجنه التشريعيه شو اسمه؟ الوسمي ولا شو اسمه؟ عبيد الوسمي. عبيدي هم له دور، والله اشكره انا، كان دوره حلو. المهم فكره بدر الداهم العازمي، شنو رايك عدم قبول ترشيحه؟ لا لا هو صدر الحكم، بس الظاهر يمكن يقول لان ما عند الاعتبار، ماني عارف عند الاعتبار هذا الموضوع ثاني، لكن يعني لازم يرفع قضيه تعم الاعتبار، بس ما ادري عنه، بس ممكن يتحل المشكله ممكن. والدكتور الفكر انور يحق له هو مع اليحيى وهذول ينزلون؟ والله هذه تفاصيل قضيه ما اعرفها، لكن في شيء قال المسيء زين. منو ترشح رئيس ونائب رئيس؟ طبعا اذا احمد سعدون نجح في الانتخابات ان شاء الله راح ينجح. يقولون بعد العم النائب السابق نائب رئيس مجلس صاحب الفضاله بينزل. لا لا صاحب الفضاله ما سمعت انه ينزل، وصاحب الفضاله الان في وضع يختلف عن وضعه، قاعد يقوم في ملف. لا يصير هو نائب رئيس؟ لا لا صاحب ماسك ملف معين وقايم في ادوار معينه، بغض النظر اذا فراضي ولا مو، لكن القياده السياسيه مقرت له في مهمه معينه واعتقد ما راح. بعد من اللي رجعوا الدكتور نايف برميه؟ نعم نعم كلهم، لان رجعوا ولقوا جو اخر، يعني توجه الشارع نحو التغيير. والدقباسي الدقباسي راح الدار الثانيه. هذا التوجه نحو التغيير ترتب عليه، قلت لك بعض الحسابات التعتيمات بالطاقه المدنيه اختلفت القوه من دائره الى دائره، فالواحد يشوف وين كتلته، وين ربعه، وين فرصته يروح له. زين ليش كل هالامور الحلوه مو متوقعين المجلس يستمر؟ ليش؟ ما اعلم الغيب الا الله. لا شوف ماكو احد يستمر، لانك مش عارف احداث داخل المجلس تصير. والاداره تتغير امين عام مسؤول؟ لا لا من عام ما يتغير ولا الستاف ولا الموظفين؟ لا هو هي الرئيس يضع سياسه جديده،
لوضع سياسه جديده والموظفين الملزمين. على ايامكم كان المعاشرجي هو العام منفذ الامين ولا العدساني اللي كان؟ لا ايامكم المعاشرجي العسكري بعدين المعاشرجي بعدين بعد علامه. بس انا اقول شغله الحين الانصاري انا اقول لك الحين اللغاني عاد اللغاني يعني كلهم. لكن اقول لك هو من عام موظف كبير رئيس موظفين المجلس ينفذ تعليمات الرئيس المجلس الذي يفوضه المجلس ومكتب المجلس في مجلس امه ينتخب رئيس قضاء اول جلسه بعدين ينتخب مكتب المجلس مع الرئيس وامين السر رئيس الجمعيه التشريعيه ثم داخل مكتب المجلس وهني يديرون المجلس والامين العام. زين انتم الحين عندي سؤال بعد لك استاذ اللغاني، ليش متفائلين بالبطاقه المدنيه وما عرفتوا الاختيار لحد الان؟ ما عرفتوا مزاج الناخب الكويتي؟ ليش معولين على البطاقة؟ لا, 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 لا البطاقة المدنية يا سيدي، البطاقة المدنية راح تعطيك مشاركة حقيقية من أهل الدائرة. ما فيها طعن دستوري؟ والله خلي قد مو بحق الواحد يطعن، لكن حش الرباء شكو قرار متوجه القيادة السياسية وغطوه في مرسوم ضرورة ينعرض على المجلس. زين الحين المرأة القادم راح يوافق عليه. بس أقول لك إيه؟ المجلس القادم راح يحط الصوت الواحد، خلاص آخر انتخابات الصوت الواحد. ليش؟ خلاص صدر واحد تبت. زين المرأة الحين بالبطاقة المدنية يقدرون يتفقون الحريم لو يبون وحدة؟ المرأة بالكويت خاضت تجربة سياسية، بس في نوعيات جيدة حاليا خاضت تجربة سياسية في موقعين، كناخبة وكمرشحة وكنائبة. ناخبة مرشحة نائبة طلعت الخلاصة ان الناخبات يميلون للذكور. زين انت الحين ما ودك كسياسي محنك اللغاني ان اصير مرأة نائبة رئيس وزراء نائبة مجلس امة؟ ما عندك طموح؟ كل ينتقدون الاسلاميين يقولون الاسلاميين ما يشجعون. تفضل سيدي. المرأة الكويتية كناخبة اختارت الرجل يفوت الامور، لان هذه امور يبيلها رجال. اثنين كمرشحة رشحوا وما طرحوا شيء جديد، تعبوا مساكين تواصل مع الناس، ميزانيات ما عندهم فعزفوا كثير من التشكيل. ثلاثة اللي وصلوا البرلمان كم وحدة جزاهم الله خير أدوا اللي عليهم، لكن أداء ما كان مقنع، ما كان مقنع جدا. فبالتالي الآن الشارع السياسي آخر انتخابين وما طلع ولا امرأة، لكن بناء على تجارب سابقة إن في فرص قادمة والله ليش لا. بس أقول نسبة 5%. زين مو آخر سؤال توقعك نائب رئيس وزراء نائب رئيسة مجلس أمة وطموحنا؟ والله يقولون الإسلاميين إن ضد المرأة كله ينعتون الليبراليين، حتى مقابلات شفت باليوتيوب يقولون إن يعني إن إحنا يعني مثل البقر الحلو بنحلبهم بس ما نعطيهم. لا مو صحيح، قانون الأمومة وقانون رعاية الأسرة وقانون المعاقين كلها صوت بأسنان، هذا مو صحيح الكلام هذا كله. المرأة دورها مو تصير سياسية، دورها تكون موظفة ناجحة لها حقوقها، أم ناجحة، زوجة ناجحة، هذا دورها، هي اللي تطلع الرجال اللي ينتخبون في المجلس ويخدمونها. بس الحين قاضية صارت قاضية. خلاص القاضية نعم فيها، والله عينها الأمانة، والله عينها الأمانة. اختراعات القضاء يبي لها. بسألك الحين توقعك الفتشة بين الترتيب للعاشر 15 فتشة يعني 50 صوت 100 صوت؟ كبيرة يعني ما في منافسة لا قوية؟ لا المنافسة راح تكون على على آخر ثلاث كراسي. الله 7 8 9 10 اخر اربع كراسي عليهم منافسه خاصه اخر كرسيين، اما الاول والثاني والثالث والرابع راح يكونوا مرتاحين في مجموعه تفرق من اول الفرز راح بينهم. زين انت الحين مع عوده العتج توقعك ان مشاريع القوانين القديمه ترجع؟ في مشاريع قويه بالادراج، مشاريع مطموحه كلها بالادراج الان ما تأتي في المجالس الماضيه. قضيه البدون مثلا قضيه البدون انا لازم الحسم خلاص الكويتيه غير زوجة غير كويتيه يا خلوني يسافر عطوه جواز يسافر ساعدوه طلع جنسيه بلد ثاني جواز 17 ساعده انت ساعده في الحل، اما الوضع الحالي مو صحيح، هو لا قادر يشتغل ولا قادر يدرس، لا مو صحيح الكلام. عطى حل انساني، يا تعطي اقامه كامله يا تعطي هذا الوضع قانوني. هذا النائب سعد محمد.